وللحديث عن الحملة الإغاثية التي أطلقتها هيئة علماء المسلمين في العراق لإغاثة المنكوبين جراء الزلزال التركي ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين للشؤون العامة الدكتور يحيى الطائي. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم أخي الكريم. دكتور، ما الذي تمثله هذه الحملة لإغاثة منكوبي زلزال تركيا وسوريا التي أطلقتها الهيئة مع جهات أخرى، ولا سيما في أوقات عصيبة يمر بها المنكوبين هناك يمر بها المنكوبون هناك في إثر الزلزال المدمر؟ أخي الكريم، حقيقة هذا واجب أخلاقي وشرعي على الهيئة وعلى جميع المسلمين في إغاثة إخوانهم عندما يتعرض إلى هكذا نكبات. يعني وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وأيضا يعني أخي الكريم، يعني هذا من قبيل ارحموا من في الأرض يرحمكم في السماء من في السماء. الزلزال مدمر وكانت آثاره كارثية كما هو معلوم لكم وللأخوة، فكان لابد أن يكون لنا موقفا يعني يتناسب مع هذا الحدث، موقف شرعي يتناسب مع هذا الحدث. فانبرت الهيئة منذ اليوم الأول وشكلت خلية لإبداء كيفية إيصال هذه المساعدات لتركيا، وأيضا إيصال هذه المساعدات للشمال السوري. وبفضل الله تبارك وتعالى يعني أنجزنا الحملة الأولى في تركيا، وأنجزنا أيضا الحملة الثانية في سوريا، وإن شاء الله ستتبع ذلك حملات إذا أراد الله. نعم، وهذا في الحقيقة هو السؤال التالي عن نية الهيئة بإطلاق حملات أخرى، ولا سيما أن هذه الأزمة مستمرة مستقبلا مع الأسف. هناك مئات الآلاف خرجوا من منازلهم إثر الزلزال، وآثار كبيرة جدا قد تستغرق فترة طويلة من الزمن لمعالجتها على يد الدولة. أما في الجانب السوري أو الشمال السوري فأنتم تعلمون أن الأوضاع أكثر صعوبة، رغم أن الأعداد أقل من حيث القتلى والإصابات والمفقودين، لكن هل فعلا لدى الهيئة نية بإطلاق حملات إغاثية مستقبلا؟ بإذنه تعالى إن شاء الله حملة قريبة جدا. يعني هناك أيضا تبرعات من أعضاء الهيئة وتبرعات من بعض المحسنين إن شاء الله، فإن شاء الله سنقوم بإيصالها إلى الجانب السوري بإذنه تعالى. لأن كما ذكرت حضرتك أنت قبل قليل أنه في الجانب السوري وإن كانت المأساة أقل، لكن حقيقة الحاجة كبيرة هناك لأسباب كثيرة كما يعلم الجميع، بسبب الوضع الأمني هناك، بسبب صعوبة إيصال هذه المساعدة في تلك المناطق، يزاد يعني يضاف إلى ذلك أنه هناك عدم اهتمام بذلك الجانب في الجانب يعني أطراف دولية أو أممية بالجانب السوري. نعم، ما أبرز الجهات أو المنظمات التي شاركتكم هذه الحملة؟ في الحقيقة نحن بالنسبة لنا كما تعلم كان تنسيق في تركيا مع منظمة منارة البحر، يعني اسمها بالتركي دينيز تيناري، وطبعا هذه الجمعية مسجلة في تركيا رسميا ومعتمدة لدى آفاد طبعا هيئة إدارة الكوارث التركية. وكما تعلم يعني هنا في تركيا دولة مؤسسات، فبالتالي أنت لا تستطيع أن تتجاوز إلا عبر هذه المؤسسات الرسمية. وفعلا قمنا بتوزيع يعني الأغطية والبطانيات على المنتظرين من جراء الزلزال في أديمان وفي بعض المناطق اللي ضررت من هذا. أما بالنسبة للجانب السوري فكانت التعاون مع جمعية زدن الخيرية، وهناك طبعا تنوعت المواد اللي توزعت على النازحين بين أغطية و يعني أفرشة، وبين أيضا مواد غذائية خاصة حليب الأطفال في تلك المناطق المتضررين فيها. نعم دكتور يحيى، لا يخفى عليكم الدور الذي قامت به الهيئات والمنظمات العلمائية أو منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية العربية والإسلامية العاملة في تركيا وفي غير تركيا في الحقيقة. حتى هناك دول عربية وإسلامية كثيرة كانت لها أيادا بيضاء في هذه الأزمة الحالية، وهذا يثير السؤال عن دور هذه المنظمات في الحقيقة في عالمنا العربي والإسلامي، والتي تقوم بأدوار مهمة لأجل إغاثة المنكوبين وخاصة في أوقات الطوارئ والكوارث كالأوقات التي نعيشها الآن. حقيقة يعني هذا الشيء وإن كانت يعني المصيبة كبيرة والحدث جلل، لا
لكن مما يثلج الصدر أنه الأمة تتداعى لنصرة بعضها في هذه المحن، فهي علامة صحة وعلامة أن الأمة لا زالت بخير، وأن هذه الطلة من العلماء قادرة على أن تأتي بالخير الكثير من الجماهير، وأن تستمر في مسيرة العطاء، وأن تقدم لهذه الأمة أكثر من الأنظمة. فعلينا يعني حقيقة يعني هذه التجربة الجيدة بأن هذه المنظمات وهذه الجمعيات الخيرية وهذه يعني المنتديات وغيرها هي قادرة على أن تشكل وحدة حقيقية بين أفراد الأمة. نعم، هذا التضامن بين أفراد الأمة يعكس حقيقة الشعور العام أو الجمعي تجاه أبناء الأمة وبعضهم البعض، وأن الكثير من محاولات تمزيق هذه الأمة دكتور يحيى لم تنجح بفضل الله التي قام بها أعداؤنا، وأثبتت الأمة العربية والإسلامية في مثل هذه المواطن من الكوارث والشدائد أنها أمة واحدة. بالتأكيد أخي الكريم، وهو هذا الشعور كما ذكرنا، يعني هذه ترجمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه ترجمة للروح الحقيقية للمسلم الحقيقي الذي يشعر بأخيه، يشعر بما يحس به وينصره في الشدائد ويكون معه ويكون عونا له في كل هذه المصائب والمحن. نعم، أشكرك جزيلا دكتور يحيى الطائي، مساعد الأمين العام في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.